بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. من حقق التوحيد دخل الجنة. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على أن التوحيد هو أول واجب على العبد، وعلى أن التوحيد هو الذي خلق الخلق من أجله، وعلى أن التوحيد هو حق الله على عباده، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. فحق الله سبحانه وتعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو يسبق كل الحقوق، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانه. ذكر الله في هذه الآية الكريمة 10 حقوق، وذكر أولها وفي مقدمتها حقه سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر في الآيات التي بعدها بقية الحقوق الواجبة على العبد. دل هذا بمجموعه على أن حق الله سبحانه وتعالى مقدم على كل الحقوق، وهو توحيده وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه والبراءة من ذلك ومن أهله. وبذلك أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه، كما في الآية التي سمعنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول أول ما يدعو قومه إلى إخلاص العبادة لله قبل أي شيء من الأوامر والنواهي، كما قص الله ذلك عن أنبيائه في كتابه الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والآيات في هذا كثيرة ومعلومة، إذا تدبرها المسلم وجد أن هذا الأمر واضح فيها، وأن التوحيد أهم شيء، وأنه الأساس الذي تنبني عليه بقية أحكام الدين، وهو الأصل المصحح لبقية العبادات. فكل عمل
لا يكون مؤسسا على عقيدة صحيحة فإنه يكون عملا باطلا، مهما كلف الإنسان نفسه فيه وأتعب نفسه فيه، إذا لم يكن خالصا لله ومبنيا على التوحيد الخالص فإنه يكون هباء منثورا، كما قال تعالى: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. وكما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وختم السورة بقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك. والأدلة على هذا كثيرة جدا تدل على أن أي عمل لا يكون خالصا لوجه الله من شوائب الشرك، ولا يكون أيضا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مردودا على صاحبه، كما قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبين سبحانه وتعالى أنه لن يدخل الجنة إلا من بنى عمله على أساسين أصيلين: الأول إسلام وجه لله عز وجل، بمعنى أن يكون عمله خالصا لوجه الله ليس فيه شيء من الشرك، والأساس الثاني أن يكون عمله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محسن، يعني وهو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذان الشرطان هما شرط قبول العمل ونفعه لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى، دون تقيد بلون أو جنس، سواء كان هذا العامل عربيا أو عجميا أو كان هذا العامل يهوديا أو نصرانيا أو كان هذا العامل أيما كان من الخلق، فإن عمله لا يكون مقبولا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان: من أسلم وجهه لله وهو محسن. فليس بدعوى اليهود ولا النصارى، وإنما الأمر هو بالإخلاص والمتابعة للرسل عليهم الصلاة والسلام. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا هو الأساس وهو الأصل وهو القاعدة التي ترتكز عليها حقيقة الدين وأساس الملة. فالتوحيد إذن هو أساس الأعمال وهو القاعدة الأولى التي تبنى عليها بقية أحكام الدين. ولهذا كانت الرسل أول ما تدعو قومها إلى تصحيح العقيدة، ثم بعد ذلك تطالبهم ببقية أوامر الدين. أما قبل أن تصح العقيدة وقبل أن تخلص العقيدة من الشرك فإنه لا فائدة من الأعمال. ولهذا مكث نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد
يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يفردوا الله بالعبادة ويتركوا عبادة الأصنام. ولم يأمرهم في هذه الفترة لا بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا غير ذلك، حتى استقرت العقيدة وحتى أخلصوا دينهم لله، فعند ذلك نزلت بقية أوامر الدين على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، مما يدلنا على أن التوحيد والعقيدة الصحيحة هي الأساس، وأن المهم ليس كثرة الأعمال، وإنما المهم نوعية الأعمال. النوعية، هل هي أعمال خالصة فتكون صحيحة وتكون مفيدة للعامل، أو هي أعمال غير خالصة فيها دخيل من الشرك والمقاصد لغير الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه الأعمال مردودة على أصحابها، أو تكون هذه الأعمال بدعية وخرافية ليست على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وليست على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون أيضا مردودة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالمهم في العمل أن يتوفر فيه هذان الشرطان: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والتوحيد إذا تحقق وإذا وجد التوحيد الصحيح، فإن هذا يترتب عليه ثمرات وخيرات في الدنيا والآخرة. أولا، في الدنيا الموحد يكون مطمئنا ويكون على بينة من دينه، لا تتنازعه الشركيات والأوهام والخرافات، وإنما يكون مرتكزا على أساس صحيح، يكون مطمئن القلب، يكون قرير العين. الموحد يكون قرير العين مطمئن القلب في هذه الدنيا، لأنه يبني على أساس صحيح، ولأن نور التوحيد في قلبه يبعث له الطمأنينة ويبعث له الاغتباط برحمة الله عز وجل. أما المشرك فإنه يكون قلقا في هذه الحياة الدنيا، ويتجاذبه والعياذ بالله تتجاذبه الأهواء والنزعات والنزغات، كما قال الله سبحانه وتعالى: حنفاء لله غير مشركين به، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من السماء من أعلى شيء، لأن التوحيد علو وسمو، والشرك هبوط ونزول إلى الحضيض. التوحيد علو وارتفاع، لأنه تعلق بالله سبحانه وتعالى، تسمو به النفوس وتزكو به الأعمال وترتفع إلى الله سبحانه وتعالى مقبولة موفرة مضاعفة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالموحد قلبه معلق بالله عز وجل وهو مرتفع، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هو مرتفع رفيع القدر رفيع الشرف متعلق بالله عز وجل. أما المشرك فإنه هابط سافل، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. هذا أول بلاء يصيب المشرك، الهبوط إلى الحضيض الأسفل. وما ظنكم بمن يسقط من السماء؟ ماذا تكون حاله؟ الإنسان لو سقط من مرتفع قريب لتأثر أو مات، فكيف إذا سقط من السماء فكأنما خر من السماء؟ ومع سقوطه من هذا الارتفاع الشاهق، هناك ما يكثر عليه ويقلقه، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شبه الله سبحانه وتعالى الشياطين
التي تمزقه بالأهواء والنزعات والنزغات بالطير التي تعترض للساقط من السماء فتمزقه بمخالبها. وشبه الهوى الذي ينزع بالإنسان عن الحق إلى الباطل شبهه بالريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا اجتمع عليه ثلاث آفات والعياذ بالله. أولا أنه سقط، والسقوط بلاء وخطر، سقط من شاهق. والثاني أنه في سقوطه يعترضه أمران، الشيطان والهوى. الشيطان يمزقه ويقطعه إربا إربا، والهوى يبعده عن الحق، لأن الهوى إذا اتبع الإنسان هواه بعد به عن الحق، أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد فهو معرض للأخطار. هذا كله بسبب أنه أفلت يده من العروة الوثقى، أفلت يده من التوحيد، فأصابته هذه الآفات وتعرض لهذه الأخطار التي لا نجاة له منها إلا بالتوحيد، بالرجوع إلى التوحيد والصعود إلى علو التوحيد. الآية الثانية قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كون الإنسان له عدة معبودات متفرقة متشتتة، هل هي خير أم الله الواحد القهار؟ أن يكون له معبود واحد هو الإله الحق الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده الأرزاق والآجال والحياة والموت والجنة والنار، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. أذلك خير أم هذه الأصنام؟ وإن كانت الموازنة هنا ليست على بابها، فإن الله هو الحق وما سواه فهو الباطل، لكن هذا لتقرير البرهان وإقامة الدليل على صحة الإيمان بالله وبطلان عبادة ما سواه، على صحة التوحيد وبطلان الشرك. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الآية الثالثة يقول سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا برهان واضح، ضرب الله لنا مثلا في أنفسنا. لو أن إنسانا مملوكا، رقيق، وهذا الرقيق له عدة أسياد، يملكه جماعة من الناس، كل له هوى وكل له رغبة تخالف رغبة الآخر وهوى الآخر، فهذا المملوك يبقى متحيرا، ما يدري من يرضي منهم، إن أرضى هذا غضب عليه هذا، وإن أرضى هذا غضب عليها، ثم هو لا يدري ما الذي يرضي هذا والذي يرضي الآخر، فهو في قلق من هؤلاء السادة، لا يدري من يرضي منهم، وإذا راح في طاعة واحد أغضب الآخر فيبقى قلقا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، واحد سيده واحد ما يملك إلا واحد، يعرف ما الذي يرضيه ويعرف ما يريد، فهو في راحة معه وفي طمأنينة، لأن ليس له إلا مالك واحد وهو يعرف الذي يرضيه وهو معه في وئام ووثاق. ورجلا سلما لرجل يعني لا يملكه إلا سيد واحد، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي العبد الذي يملكه عدة سادة والعبد الذي لا يملكه إلا سيد واحد؟ هذا في حال الناس، فكيف مع الخالق سبحانه وتعالى الذي هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والذي بيّن للناس ما يرضاه وما يكرهه، وأوضح للناس طريق الحق من طريق الباطل؟ هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالتوحيد في الحياة الدنيا له آثار
على الموحدين ظاهرة، الطمأنينة وراحة النفس وارتفاع القيمة، فأهل التوحيد والحمد لله في عزة وفي رفعة، أما أهل الشرك فإنهم في قلق وأوهام وفي وساوس وفي هموم تتجاذبهم، لأنهم لما تركوا ما خلقوا من أجله سلط الله عليهم الأهواء والشياطين، فهم دائما في قلق، كما قال العلامة ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان، فمن لم يعبد الله فإنه مبتلى بعبادة الهوى وعبادة الدنيا وعبادة الشياطين وعبادة الأصنام والأوثان، فهو عبد ولا بد، فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان، فهذا من ثمرات التوحيد في الدنيا. ومن ثمرات التوحيد في الدنيا أنه يعصم الدم والمال، فيصبح المسلم محرم، محرم دمه ومحرم ماله ومحترم، من اعتدى عليه فإنه يردع بالقصاص العادل والجزاء الصارم، لأنه اعتدى على محترم ومحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل، حرم دمه وماله، فيصبح دمه معصوما ويصبح ماله معصوما ويصبح عرضه معصوما، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه ثمرات التوحيد في الدنيا، أو بعض ثمرات التوحيد، وهي كثيرة لا يمكن حصرها، ولكن هذا ما يحضرنا منها حسب النصوص. أما في الآخرة فالتوحيد نسأل الله من فضله يورث دخول الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني أخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى، ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم يعني بشرك. الظلم المراد به هنا الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بذلك لما سئل عن معنى هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أشكلت على الصحابة وقالوا: أيما يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا الظلم المراد به الشرك، وتلا عليهم قوله تعالى حكاية عن لقمان أنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالذين لا يخلطون إيمانهم بشرك، يصححون عقيدتهم ويموتون على التوحيد، يكون لهم الأمن يوم القيامة، الأمن المطلق، الأمن الكامل، بحيث لا يخافون في الدار الآخرة لا من موت ولا من آلام ولا من أسقام، ولا يخافون من زوال النعمة التي هم فيها، لا يخافون من عدو، لا يخافون من أي مكدر أو منغص، لأن الجنة دار الأمان وهم في الغرفات آمنون، والجنة دار السلام والله يدعو إلى دار السلام: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. فالجنة دار الأمن وهي دار الموحدين، لا يدخل الجنة إلا موحد، أما المشرك فإنه لا يدخل الجنة أبدا، كما قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالجنة دار الموحدين خاصة، الذين أخلصوا لله عز وجل من الشرك، أخلصوا أعمالهم لله، فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما من مات على الشرك فإنه يكون من أهل النار قطعا، وتحرم عليه الجنة أبد الآباد لنص هذه الآية الكريمة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن فوائد التوحيد في الدار الآخرة أن الله يكفر به الخطايا التي هي دون الشرك، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يمكن أن يغفر إذا مات الإنسان عليه، فإنه لا مطمع له في المغفرة. أما الموحد فإنه إذا مات على التوحيد وإن كان عنده شيء من المعاصي، فإنه بوعد الله سبحانه وتعالى أن الله يكفر عنه الخطايا إذا شاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن شاء الله غفر له بفضل التوحيد وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه في النار بقدر معصيته ثم يخرجه من النار بتوحيده، يخرجه من النار بعد ذلك بتوحيده ويدخله الجنة. فالموحد مآله إلى الجنة إما ابتداء وإما بعد ما يعذب بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعلى كل فالموحد على خير، فهو آمن إما من دخول النار وإما آمن من الخلود في النار لو دخلها. هذا فضل التوحيد. وأما المشرك فإنه لا طمع له في النجاة من النار، إذا دخلها لا يمكن ولا بد له من دخولها، لأن النار دار المشركين كما قال سبحانه وتعالى: وما هم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. نبئ عبادي أني أنا، كما قال سبحانه وتعالى لما ذكر قصة إبليس مع آدم، لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. هذه دار الكفار والمشركين والعياذ بالله. ثم ذكر دار المتقين: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فالدار دار العذاب هذه خاصة بالمشركين، وبعض العصاة من الموحدين الذين يدخلونها ما شاء الله ثم يخرجون منها. أما الجنة فهي دار أهل الإيمان ودار أهل التوحيد ودار أهل العقيدة الصحيحة الذين ماتوا على التوحيد، كما في الحديث: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. في الحديث: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار. وفي الحديث الآخر: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا أيضا فيه ثمرة التوحيد، وأن الله يغفر لأهل التوحيد، كما في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا الحديث الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض، يعني بملء الأرض، بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا وعد من الله عز وجل لأهل التوحيد. هذا من ثمرات التوحيد، أن الله يكفر به الخطايا وإن كثرت وإن ملأت الأرض، ما دامت العقيدة سليمة فإن صاحبها يرجو مغفرة الله عز وجل. وفي الحديث أيضا أن من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه رأى النبي
عرضت عليه الأمم عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه الأمم، فرأى النبي ومعه الرهط، يعني معه الجماعة دون العشرة، يعني ما تبعه من قومه إلا عدد قليل والبقية عصوا الرسل. النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، أقل من الرهط، ما تبعه إلا رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه أنبياء ما تبعهم أحد، خالفتهم أممهم والعياذ بالله. قال إذ رفع لي سواد عظيم، يعني رفع له خلق كثير لكنهم بعيدون لا يميزهم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، لأن موسى عليه السلام تبعه كثير. ثم رفع لي سواد عظيم، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم ودخل منزله ولم يبين هؤلاء 70,000، فجعل الصحابة يبحثون في معرفتهم لحرصهم على الخير، جعلوا يبحثون وكل يدلي برأيه. بعضهم قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، والبعض الآخر قال لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء، كل أدلى برأيه. خاض الناس في أولئك لأن الصحابة يهمهم دخول الجنة والنجاة من النار، أما أطماع الدنيا ومتاع الدنيا هذا ما يهمهم كثيرا، إنما الذي يهمهم هو النجاة من النار ودخول الجنة. فلما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الميزة العظيمة جعلوا يبحثون فيها ليعرفوها حتى يعملوا، ما هو بس يعرفون هذا الشيء من باب الاطلاع على الشيء، لا، يعرفوا هذا ليعملوا به، ليعملوا بعمل هؤلاء 70. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فبين عليه الصلاة والسلام من هم هؤلاء. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء الذين حققوا التوحيد، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. فالفائدة من هذا الحديث أو الشاهد من هذا الحديث هو بيان فضل التوحيد، وأن من حققه وأخلصه ولم يشرك بالله شيئا من الشرك الأكبر ولا من الشرك الأصغر فإنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذا فيه فضل التوحيد وميزة أهل التوحيد، وأن من حققه تحقيقا كاملا حصل على هذه الميزة. أما من حصل عنده شيء من الشرك فإن كان الشرك أكبر والعياذ بالله فهذا لا طمع له في الجنة، وإن كان هذا الشرك شركا أصغر فهذا لا يبطل التوحيد، وصاحبه من أهل التوحيد، ولكن يكون عنده نقص، وهذا النقص يؤاخذ به ويناله من جزائه إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله أخبر أنه لا يغفر لمن أشرك، وهذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، إلا إذا كان للإنسان الموحد، إذا كان عنده أعمال راجحة، أعمال صالحة راجحة، وعنده شيء من الشرك الأصغر فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له، إذا رجحت حسناته ورجحت أعماله الصالحة فقد يغفر له هذا الشرك الأصغر. ولكن هو خطير، وخطير جدا، والشرك بالله سواء كان شركا أكبر أو أصغر فإن خطره عظيم، فعلى المسلم أن يعتني بمعرفة الشرك ليتجنبه، ويعتني بمعرفة التوحيد والعقيدة ليستقيم عليها وليتمسك بها، فإن من لا يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك فإنه
لا يأمن من أن يقع في الشرك وأن يخل بالتوحيد. والله جل وعلا بيّن لنا التوحيد وما يصحح التوحيد، وبيّن لنا ما يخل بالتوحيد، فيجب علينا أن نتعلم. ومن هنا يأتي دور الاهتمام بدراسة العقيدة الصحيحة، وأن ندرس التوحيد دراسة واعية ودراسة فاهمة، حتى نستقيم على التوحيد الصحيح ونبتعد عما يناقض التوحيد أو ينقصه من الأعمال والأقوال الشركية. فإن الأمر خطير، وإن الفتنة عظيمة. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس الشرك ووسائل الشرك، وسد كل الطرق المضية إلى الشرك اهتماما بالأمر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك وأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد، وحمى حمى التوحيد عليه الصلاة والسلام. ففي مرة قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن له مشيئة، والمخلوق له مشيئة، ولكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا الرجل لما قال للرسول ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال: قل ما شاء الله وحده. فهذا باب سده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الصلاة عند القبور، وإن كان المصلي إنما يصلي لله، ولكنه إذا صلى عند القبور يخشى أن يدب إليه الشيطان فيوقع في نفسه شيئا من تعظيم الموتى والتعلق بهم، ثم بعد ذلك يشرك بهم مع الله عز وجل كما حصل للمشركين قديما وحديثا. فإنها ما عبدت القبور إلا عن طريق الغلو فيها، عن طريق الغلو فيها والتعلق فيها. النبي صلى الله عليه وسلم أبعد أمته عن هذه الفتنة، ونهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن الكتابة على القبور، ونهى عن إسراج القبور، يعني إضاءتها بالأنوار، لأنها إذا كتب عليها وإذا أسرجت فإن قلوب العوام تتعلق بها ويدب إليهم الشيطان فيوقع فيها الشرك، ويقول لهم إن هذه القبور فيها سر وفيها نفع كما حصل للمشركين قديما وحديثا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، لأنه إذا بني على القبر وجصص بالجص أو زوق بأنواع التزويق والزينة فإن ذلك يفتن العوام ويعلق قلوبهم بغير الله سبحانه وتعالى. وأمر بتسوية القبور، بمعنى أن كل قبر رفع رفعا غير المشروع أن يسوى وأن يعاد، ويهدم ما عليه من بناء، ويزال ما عليه من كتابة، ويزال ما عليه من إسراج وتنوير ومن ستور وغير ذلك، ويجعل القبر كقبور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبور صحابته، كانوا يدفنون في القبور وتسوى عليهم وترفع قدر شبر، قدر شبر فقط، ولا يزاد على ذلك، ولا يزاد عليها من غير ترابها، وإنما يكتفى بترابها وترفع عن الأرض قدر شبر حتى يعرف الناس أن هذا قبر، فلا يدوسون عليه ولا يهينونه. أما أن يزاد عن هذا بأن تبنى عليها القباب أو ترخى عليها الستور أو تنور بالأنوار أو تكتب عليها أو تجصص، هذا كله مما، أو يصلى عندها، هذا كله مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله وشدد النكير فيه، كل ذلك سدا لذريعة الشرك. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، صلاة النافلة يعني،
صلاة النافلة عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، كل هذه الأوقات نهي عن صلاة النافلة فيها، لأن الكفار والمشركين كانوا يعظمون معبوداتهم في هذه الأوقات، فنهي المسلم أن يتشبه بهم خشية أن يدب الشرك إلى المسلمين سدا لذريعة الشرك من أولها. كل هذا محافظة على عقيدة التوحيد التي هي أساس الملة، وهي القاعدة التي تبنى عليها سائر الأعمال. فالواجب على المسلمين عموما وأهل العلم منهم خصوصا أن يهتموا بالعقيدة وأن يدرسوها للناس ويشرحوها للناس عن طريق الدروس الخاصة والحلق وعن طريق الخطب خطب الجمع وعن طريق المحاضرات وعن طريق الندوات وعن طريق اللقاءات وعن طريق البرامج في وسائل الإعلام وعن طريق الكتابة والتأليف. كل هذا واجب على علماء المسلمين أن يبينوا للناس عقيدتهم السليمة وأن يحذروهم مما يخل بها مما يناقضها أو ينقصها، لأن العقيدة هي الأساس التي من تمسك بها فكما قال الله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ومن أفلتت يده منها فكما قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح ومعرفة الحق والعمل به والدعوة إليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا يكفي أيها المسلم إذا عرفت الحق وعملت به في نفسك، لا يكفي هذا، حتى تدعو الناس إليه، حتى تدعو الناس إلى الحق، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن أعظم المعروف التوحيد، ومن أعظم المنكر الشرك. فيجب على المسلم وعلى العلماء خصوصا أن يأمروا بالتوحيد وينهوا عن الشرك، ويبينوا للناس ما وقع فيه الكثير من الخلق اليوم حتى من الذين يدعون الإسلام، ما وقعوا فيه من الشركيات والبدع والخرافات والوثنيات التي غطت على الدين الصحيح حتى أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وحتى أصبح التوحيد منكرا عند كثير من الناس، وأصبح الشرك هو المألوف، ويزعمون أنه هو عقيدة المسلمين. ومع الأسف يقولون هذه عقيدة الأئمة الأربعة وكذبوا والله، ويقولون هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وكذبوا والله. فإن عقيدة الأئمة الأربعة وأهل السنة والجماعة هي عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صافية خالصة، هذه عقيدة الأئمة الأربعة وأهل السنة والجماعة. أما عقيدة الخرافيين والمخرفين والذين يتعلقون بالأموات وبالأضرحة فهذه عقيدة أهل الشرك، ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة منها براء، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعله الله قدوة لنا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة. أما عقيدة هؤلاء القبوريين والخرافيين فهذه عقيدة المشركين، وأهل السنة والجماعة منها براء كما برأهم الله منها. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق ويتوفانا على الإسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بعض المسلمين نراهم تمسحون بأستار الكعبة، فهل هذا يقدح في توحيدهم؟ على كل حال، الذي شرعه الله عز وجل حول بيته العتيق هو الطواف، كما قال تعالى
وليطوفوا بالبيت العتيق، وكما طاف محمد صلى الله عليه وسلم بالبيت العتيق. وكذلك المشروع مع البيت العتيق هو استقباله في الصلاة، كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والذي يستحب أن يمس ويستلم من البيت العتيق هو الركن اليماني والحجر الأسود، هذا الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية أجزاء البيت الشريف والأركان الأخرى هذه لا تستلم ولا يتمسح بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. ولما طاف معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وجعل يستلم جميع الأركان الأربعة، نهاه ابن عباس عن هذا، فقال معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدق، وترك ما كان يعمله واقتصر على استلام الركن اليماني والحجر الأسود. هذا هو المشروع، أما ما زاد عن ذلك فهذا لا أصل له، تمسح بالبيت والتعلق به وإلقاء مثلا جسم الإنسان عليه وتقبيل أجزاء البيت، كل هذا ما ورد. ما ورد إلا أن الحجر الأسود يستلم ويقبل، والركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل، والأركان الباقية لا تستلم ولا تقبل. هذا هو المشروع في البيت، والاقتصار على ما شرعه الله فيه الخير الكثير. من كان يريد الأجر ويريد الثواب فليقتصر على السنة، فإن فيها الخير الكثير، وما خالفها فإنه لا خير فيه. وإن كان قصد الإنسان الخير لكنه إذا فعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه فإنه لا خير في عمله هذا، بل يكون ضررا عليه. هذا يقول رجل: حدث عليه حادث السيارة وتوفي معه 3 نفر، وبعد مدة من الزمن توفي أيضا ولم يتمكن من صيام الكفارة، فهل يجب على ورثته من بعده صيام 2 شهرين متتابعين أم لا يجب عليه؟ هذا مرجعه للقاضي، إذا كان القاضي حكم عليه بالدية وحكم عليه بمثلا الكفارة، إذا كان القاضي في المحكمة حكم عليه بأنه مدان في هذا الحادث وأنه مفرط وأن الحادث وقع بسبب تفريطه ووجبت عليه الدية والكفارة، فلا شك أن الكفارة واجبة عليه، وهي عتق رقبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل، إلى أن قال: فمن لم يجد، يعني من لم يجد رقبة فصيام 2 شهرين متتابعين. فالصيام بدل من الاعتاق لمن لم يقدر عليه، وهذا إذا كان القاضي حكم عليه بالضمان بالدية والكفارة ومات قبل أن يكفر، الكفارة باقية عليه ما في شك. فإذا كان هناك إمكان للاعتاق بأن يوجد رقيق مثل يشترى ويعتق، فإن هذا يؤخذ من تركته، يؤخذ من تركته. أما الصيام فلا أعلم أنه تدخله النيابة في مثل هذا، الله تعالى أعلم. هذا يقول: نسمع كثيرا من الناس إذا ذهب إلى زيارة المسجد النبوي يقول: بلغ إسلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لهذا الأمر سند من الكتاب؟ لا، هذا ليس له سند، ليس له سند اللي يذهب إلى المدينة يوصى أنه يسلم على الرسول بدلا من الغائب، هذا ليس له دليل من الكتاب ولا من السنة. وما كان الصحابة يعملون هذا مع حرصهم على الخير ومحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أرشدنا إلى أن نصلي ونسلم عليه في أي مكان، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنت أيها المسلم صلي وسلم على نبيك في أي مكان، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولما رأى علي بن الحسين رجلا يأتي يعتاد المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم
ويكرر المجيء أنكر عليه هذا وقال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنت ومن بالأندلس وهو المسمى الآن بأسبانيا، ما أنت إلا وهو سواء، يعني فالذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان تبلغه الصلاة بدون أن يوصي أحدا يروح يسلم على الرأس، إنما هذا في شأن الأحياء، في شأن الأحياء خاص، أما الأموات فلا أصل لتحميل السلام لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يصلى ويسلم عليه في أي مكان ويبلغه هذا. هذا يقول أحيانا يقع الإنسان في عمل أو قول فيه شرك والنية عنده حسنة أو جهل منه في حكم هذا العمل والقول، فهل يؤاخذ على ذلك؟ أرجو إفادتنا. إذا كان جاهلا ما عرف أن هذا شرك فهو لا يؤاخذ على هذا، لكن إذا تبين له وبين له هذا وجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن هذا الشيء. أما من وقع في شيء وهو يجهل حكمه فإنه لا يؤاخذ به، ولكن يؤاخذ بأنه لم يسأل وهو بين المسلمين وبين العلماء وبين أهل العلم، فهو لا مثلا يعذر بترك السؤال. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على عمل إلا بعد أن يسأل أهل العلم هل هذا العمل مشروع أو غير مشروع. من هذه الناحية يؤاخذ بتفريطه. نعم. قال لي أحد المشايخ إن الشرك الآن منتشر بين أكثر الناس وإنه لا يجوز أكل لحوم الذبائح التي تذبح هنا حتى تتأكد من أن الذابح أنه موحد. لا، هذا لا أصل له الكلام هذا، بلاد المسلمين الأصل فيها التوحيد والحمد لله، والذبائح التي تذبح في بلاد المسلمين الأصل فيها أنها حلال، ولا وهذا من الغلو أن الإنسان تشدد هذا التشدد يقول ما أكل من هذه الذبيحة إلا إذا عرفت أن اللي ذابحها موحد، ما دام أن في بلاد المسلمين فالأصل في ذبائح المسلمين السداد والمشروعية فلا تبحث عن هذا. نعم. إلا إذا عرفت أن الذي ذبحها يعمل شيء من الشركيات، إذا عرفت هذا فذبيحته حرام. نعم. ما حكم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء غيره شرك أكبر، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، فقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، يعني هو أعظم من أعظم أنواعها. الله جل وعلا يقول فادعوا الله مخلصين له الدين، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول سبحانه وتعالى فلا تدعوا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء خالص حق الله سبحانه وتعالى، فإذا دعا الإنسان مخلوقا نبيا أو وليا ميتا أو غائبا وطلب منه قضاء حاجاته وتفريج كرباته فهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. هذا هو شرك المشركين الأولين الذين يدعون من دون الله عز وجل، فلا يجوز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعاء غيره من الأموات والغائبين ولا حتى الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا والحلف به، الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الحلف بالرسول أو بغيره شرك، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قد كفر أو أشرك، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله. الحلف هذا لا يكون إلا بالله عز وجل لأنه تعظيم وفيه نوع تعبد للمحلوف للمحلوف به، فلا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. من كان حالفا، قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا يقول تمسح بشباكه، تمسح بالشباك الحجرة النبوية لا يجوز هذا، لأن هذا إن كان المتمسح بذلك يتبرك بالبناء والشباك فهذا شرك، لأن طلب البركة من غير الله عز وجل شرك، أن تبرك بشجرة أو حجر أو غير ذلك فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، وكان للمشركين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوة حنين، وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يتبركون بها، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. فالتبرك بالأحجار أو بالأشجار أو بالمباني أو بالشبابيك، سواء حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، لا يجوز، وهو شرك. فليتق الله المسلم. والبركة إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى وباتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته وامتثال أمره، هذا هو اللي فيه البركة. أما التمسح بالجمادات والمخلوقات فهذا لا يجدي شيئا. هذا يقول: هل من يقيم حفلا للمولد وإحياء لليلة 27 من رجب ولأهل بدر؟ الأصل عندنا هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، فقد أوصانا بهذا، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فهل وجدنا في سنة رسول الله الثابتة عنه أنه كان يحيي ليلة 27 من رجب؟ هل وجدنا فيها أنه كان يحيي ليلة المولد؟ هل وجدنا فيها أنه كان يحيي ليلة بدر؟ ما في شيء من هذه الأمور. ما لم يكن في سنة الرسول فهو بدعة، ومن عمله فقد عمل بدعة وعمله مردود عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فهذه الاحتفالات بالمولد، بالإسراء والمعراج، بليلة مثلا بدر أو غير ذلك، كل هذه من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. والذي يريد الخير يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يريد الشر يعمل بالبدع والخرافات وسيلقى جزاء إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ما أظنها عاقل يريد لنفسه الشر، ولكن الشيطان والهوى والعصبية الجاهلية هي التي تحمل الإنسان على هذه الأمور والتقليد الأعمى. وكما قال الله تعالى أن غالب هؤلاء إنما يقلدون آباءهم على غير هدى، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الدين ما هو يؤخذ بالعوائد والتقليد، وإنما يؤخذ بالسنة، اتباع الكتاب والسنة، هذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه. هل وجدتم في كتاب الله أو في سنة رسول الله الأمر بإحياء هذه المناسبات؟ لا والله، وإنما الأمر باتباع الكتاب والسنة، هذا هو الموجود وهو الصحيح الثابت. فعلينا إذا كنا نريد لأنفسنا الخير ولإخواننا ولمجتمعنا الخير، علينا أن نتمسك بالسنة وندعو إليها، وأن نحذر من البدع لأنها بدع ضارة ومهلكة. لو أنك رأيت إنسانا قد اشتعل حريق في بيته أو في دكانه أو في سيارته ثم لم تنبهه ولم تخبره بذلك، فإنك ستعد في هذا تعد مقصرا ومجرما، وتعد في هذا ربما يحملك على أنك عدو له حيث لم تبلغه. فكيف إذا رأيته يمارس بدعة تبعده عن الله وعن الجنة ولا تنهاه ولا تبين له؟ هذا من أخطر الأمور يا عباد الله. نحن نريد الخير، لا نريد لأحد إلا الخير، ما نريد التفرقة بين المسلمين كما يقال عنا، وإنما نريد للمسلمين الخير، نريد اجتماع المسلمين على الحق، لأن هذا فيه صلاحهم وفلاحهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا يمكن الاجتماع إلا على الحق وعلى حبل الله الذي هو الكتاب والسنة. أما البدع فإنها تفرق، البدع تشتت الناس، البدع تضر الناس،
البدع تهلك الناس في دينهم ودنياهم، فعلينا أن نحاذر ونحذر منها. يقول هل يعد مشركا؟ لا، هذا ما هو مشرك اللي يحيي هذه المناسبات، ما نسميه مشرك، نسميه مبتدع، نسميه مبتدعا. ونرجو أن الله يهدي ضال المسلمين إلى الحق وأن يبصرهم بالطريق الصحيح، هذا الذي نريده لهم.